ولا يجهد الطالب نفسه ولا يجهد الطالب طالبك ولا يجهد الطالب طالبك ندبن واي نفسه نفس الطالب طالبك نفس الجهد لبو ندبنا ولا يضعف النفس نفس سني ضعيف كدبن واي لنك طالبك حتى ينقضي أرهيد قهو عن العمل عمل كبكو قهو والبرشد دون سيد قهو بل ما دبايو ما يتوبية يستعمل الرفقة دمريو يستعماله في ذلك في تحصيل العلم علم حصل سلو شيء دمريو يستعماله والرفق دمريو كنها الأصل أصل هذه أصل كاسو هذه موين في جميع الأشياء شيء على ضمان في أصل هذه قال النبي عليه الصلاة والسلام إله رسول شيء ميري الله يا إن هذا الدين الدين كن كان إيه متين كي هذا قواي محكم كي لسوغي أو أعلي هو سري هذا هو فأوغلو قال فيه في الدين الدين قال يعني ما يبوا برفق سيدم هي وك قال ويري ولا تبغل أن تندر في ذي على نفسك نفسان كدرتو عبادة الله تعالى إلى عبادة نفسان كدرتو يوا ما يولي فإن الممتد كنون يو يعني واكي هندرتو نفسا على نفسك عبادة الله تعالى كدرتو ما يولي فإن الممتد فإن الممتد كنون بلداو إن بطة من البطي بطة قوي والكشاني فإن المنقدع وي فإن المنبطة كان لقوي لا قضاء أرلان أرلم قوي كانون تبرجيبي أرلم قوي ولا أبقى ما نباقه لو ظهرا دود ما نباقه لو وقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى رسول شين ميري نفسك نفس مضيتك قادتك أوكلوان فارفق بها بنفسك نفسا تمشي ولا بد لطالب العلم علما كلامك طلبه ما لابد من الهمة الدلال العالية سري في العلم في تحصيل العلم في طلب العلم علما طلبه شيء ما يعني فإن المراق في الدير الدورة بهمته قسس يك الدورة كب بير شمبر بن مدى يدير الدورة وبجناحه لم يذكربو كدولة بن مدى ما لابد طيب ما يكبولي على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم تأتي العزائم بسديالية كويا يان والأول مقصود كأيضا تأتي رس ما يكو كويا يان بلاش ما كويا على قدر أهل العزم قوان كهل شيء قدر شيء كويا أدرتو قوان لهو قوان كسوي قدر شيء كويا وتأتي المكارم الشرفيالية كويا يان على قدر الكرام ونا قدر شيء كويا يان وتعظم ميوين ذاسي في عين الصغير كي يرى إليس صغارها صغار يعني يوين ذاس يعني صغارها وين ذاس وتعظم ميوين ذاسي في عين الصغير صغارها صغار المكارم مكارم تكوها ضعون وير ير ير وين ذايا وتصغر ميوين ذاسي العظائم مكارم تيوين ين يرى ذايا في عين العظيم لنكي او مدوين والكفير يا أيها والرأس مضنهال في تحصيل الأشياء والحال أن الرأس مضن إيه في تحصيل الأشياء شيء على حصل صلو شو كان كمضن إيه الجد الدلال إيه والهمة قصد العالية سريت إيه والله أنك ما يلفضي كان كأسل إيه والبرشيد سني الدلال لهذا هم عالي أن الله ميلدار كفكر ميلدار ينسي ديره ومعنى فمن كانت مثال هان لك يا تهمة تهمة من من كمشي هاتو حفظ جميع كتب محمد بن الحسن محمد بن الحسن كتب تصبح ما تذهب ديوش قصص شي هات رحمه الله تعالى واقترن بذلك الحفظ الجد الدلال الهريري والمواظبة الدائمة الهريري فالظاهر صلى ظاهر كما يبوى صلى موقت أنه أن من كاسمشي من الديري يحفظ إن حفظي ويكثر أكثرها أكثر كتب محمد بن الحسن نيف ذيو أو نصفها نيف ذيو
فاما اذا كانت له للطالب طالب كدي هم يعني واكي هم همته مسوغناته همته سو عاليه او سريت سو كوي كتبين دير كتبضن بروي ليا مشي كجرت لكن ولم يكن له جد دلالا لاين والله فذا ما عين دلالا او كان له جد دلالا لكن ولم يكن له همه عاليه ام سريت لاين فلا يصل له للطالب من حصل علم من حصل الا القليل واليرماهن وسون ما يبوا علم شيء علم ير لي ديري وا المصنف ما يبان ليا او علم ما كل برضه وما ينباهن جهد ينباهن ياري إن هذا نفتا جهد قريدو ددال لكن أبو ددال سنو نفتا اندبتو جهد قريدو تيس ميلو اندرس دي وادو تي عمل كنو بتطوري ولا يجيدو طالب و طالب كم يعني مدباو نفسه نفتيس مدبايو جهدا اي مشاقة تان مشاقة مدباو اي لا يشكو طالب و طالب كم نفسه نفتيس مدباو جهدا مشاقة تان مشاقة مدباو ولا يلعفو طالب و طالب كي يعني النفس نفسي ضعيف مكدكاو يعني حتى تنقطع النفس نفس بريد قطو عن العمل عملك وتحصيل الأمر يديلك يحصل سنو شيك قطريد هم نفسي تدقي يهمي والله برده والله أخي سدي أغير توقفت قاجز كدلو ساسويل مركي دم بذيك بعمل فالكي بقواس كل كن نفسي ميل فضاي مرنا لندمري مرنا دلال لقريو لنباهني سيدان تيان دير سمانا الدنيا آخر دان دير ولا يجد طالب مدباو إلا يشق نفسه جهدا لباو مشاق مدباو ولا يضعف طالب طالبك من ضعيف يو عن نفس نفسه نفسه من ضعيف مكنكو حتى تنقضي هي نفسي قطو بس حتى ينقضي هو أس نفسه بقوه أو نفسه ضعيف كذلك سوشي يعني عن العمل عملك فقوه عن تحصيل العمل في علمي في تحصيل العلم عن العمل عملك فقوه وتحصيل العمل يدي ديلكي حصل على شو شيكو قهريت بل ساس من اي يستعمله هو طالب كما يستعمالي الرفقة دمريو استعمالي في ذلك في تحصيل العلم علم حصل صدو شي علم انتي حصل صدو في نحريس نفسه معناها الرفقة اي نحريس اي تأن ترتيب يكلو كوي ما يو كدون نفرقه دون غوبو سير دالي مركز دي بلمان دون كتابيو والرفقة والحال أن الرفقة تمريوكنا أصل عظيم أسلوين أي سريب والكسبة أني يدفل دقنان ما يتعجل دقدق والملك يلو والرفقة والحال أن الرفقة تمريوكنا أصل أصل إيه أصل كاسو عظيم في جميل أشياء شيء يالطا ما أنتي وشيء قسوية فرض لي هذا فرض فعل لي هذا مباحات لي هذا تمريوك فيليهم والكسر ما يبغى ترتيبه كفيلي والبرشلونة أنا ترتيبه كفيلته ما يدد علي دلالك أو هذا دلالتك إن جيس له ما يو بعد هذا لفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله ميكو قوري الله ياي إن هذا الدين أي دين الإسلامي إسلام كدين تيس دين سنتان أي دين الإسلام أي متين كي أدغو أي محكم كي لسوغي وعلى سريو فأوغلو قلع فيه في الدين دينك قلع عبادة سنقود تنزينك تسير قلع برفقين ترتيبك قلع برفقين دمريوك قلع بلا إتعاب المأمورات يعني سنقوان موغان ترتيبك قلع واجينك صلاة مركو تكوي مركو الصوم عبادة شيء دعدهات سك ودليلك قلع نفضي ما يجير دون صوم منادي همين دون صلاة تليلك نفضي وبرتساس ود دارس بس مركبان نطيبك وقوات ولا تبغل أنت لندير في إيدي آهي على نفسك نفتانك درتك في عبادة الله تعالى إله عبادتي نفتي نفتي هوب النوب دوك يهمين عبادة لكوذ لكوذ مركز دم عبادتي بك حضونا قد أستاس ويلو لرفاس عبادتي عند رفاسو في فرح إهو عبادة نقود والبرشن نقود ولا تبغل ولا تبغل أنت أذن دير في ذي على نفسك نفتان دير في ذي عبادة الله تعالى إلهي عبادي لسنك دير في ذي واحد ما يولي فإن المنبت كان نبرك لك جيبي
لا قضى أرلان أرلان مقوياو من البطي قويو يلوك شاني يعني ما يبوا بمعنى القطع فإن المنقطع كانوا اللي جيبيه دبرك لك جيبي لا قضاء أرلان أرلان مقوياو لا قضاء هو منبطك سينو قوياو أرلان مقوياو ولا أبقى ما نباقوا إلو ظهرا دبرنا بباقي إلو يعني لا قضاء أرلان مقوياو طريقا مقوياو إن كان الرجل هو بي بل يبقى باقى هذا في المفازة في باقويل فيهديكو هلاسنة معنى هذا مسافر هو بيته قادر كي هذا كسفر فدي هو دبرك خجيبي إذا جسي قويسة جسي هذا السفر كي دير ايه قادر كي اندمير كم فرس يون كسولها ايتي بربون كسولها ايتي قادر كي بو دبرك خجيبي إذا بسواي يعني ما ينغلاسة طريق سلاحي بقويس لقلين بويلين مدك باقى هذا بلك باقى هذا قبل كي باقى قويد هايتي او قادر كي من ميرفين كدهي فدي يكي هلا السماء سوال ولا أبقى ما نباق ويلو ظهرا مركبا قادر ما باقى وإن راكبا واس بل لا يقدر النزول منه فيهلكه معنا إني كدقون ما أول دو إن راكبا هدي أي بل لا يقدر النزول منه كدق ما أول دو فيهلكه يعني ما يبوا كما كان الحال والشأن في المحسوس كذلك شيء محسوس كأي تدساسا أي كذلك في المعقول نساسه ما يوالي فإن النفس نفسها مضية قادت كهو فإذا ركبت عليها نفسها دي ذكرت ولم تنزل منها أن كدقنا في إنسان ناتلي ويل ولم ترفق بها إن دمرين تنقضي عقوهاس عن العبادات بل تهلك إلى السماء سواء قل كنت هذا محسوسات كي معقول كسمد أو هذا دابد إنسان إيه oo baad geeyi hamiin ada saaranaato oo yani waxa yani daabidi naftiye ba ma ku jawaab oo daabidi ma ku jawaabto nadiin meeri danta ay tii deeda suu koonku naftar heed ma diya oo gaalidka oo kale uu fa inal mumbatta ama fa inal mumbitta ler ilamil mimi wa tajdid tai ismu fa'il min baab al infial min al batti lukshani ay يعني فإن المنبت فإن المنبت كانوا لجبي دبرك لكو جبي لا قضاء مقوياو أرلان أرلان مقوياو شيء دبرك هو لكو جبي أرلان مقوياو ما يوالي يعني لا قضاء أرلان أرلان مقوياو يعني إن كان الرجلان هديب لقلي مقوياو أرلان بل يبقى باق هذا في المفازة فيهديك لا قويك باق هذا لقلي مقويك قبلك فإن المنبتة كان نيبك دبرك لكو جيبي لا قضاء أرلان أرلان مقوياو ولا أبقى هو الشخصي ما نباقو يلو ظهران ما باقو يلو هو بقاديد هذا سارنت قاديد كي سوغا هاي أو يعني مركب كي سوغا هاي أو أذن كدقو كورنا أو هذا سارنت مثلا با إلا سمي قاديد كينا فلكم مركب سمي لفضي نعدهات قاديت كي جاي يمين مي ولا هو نفسي دبركم كجيبين هذين نفسه ولا هو نفسه توال فإن المنبتة كان دبركم كجيبين نفسك دبركم كجيبين لا قضاء مقويا وأرلان أرلان مقويا ولا أبقى هو الشخصي إنما باقي ولو ظهر أن قاديت إنما باقي القاديت إنما هو بكو جبسي وصون قاميل مقويا هو ميلو كي لاكس موهد خيث كذلك النفسان نشتاها قاديت في نتو وقال النبي عليه الصلاة والسلام ميري نفسك نفس مضيتك قادت كواي كمركبك على ميدت فارفق دمري بها بنفسك وارحمها النحرس بوديسي نفس معنا والدعام كفلن بي كفلن در كفلن سي ما يجي همين عبادة كوذي انقرم سيو قاجي سي ميعدي ادارت مركز دي ميابة دي مراسوا ولا بد لطالب العلم علم لنك طلبه ما لا بد نها من الهمة قصدي لا بد على عالية سريو مركز والبرد اسمي لفضي قصد او ايضا سري لكويت في العلم في تحصيل العلم علم حصل سلوشي انت هذا علم حصل سلاسة اما علم هذا دلباسة قصد درن لكوي واي ما يوالي فإن المرء يدير بهمته كما يدير والطير يدير بجناحه واي فإن المرء كوفي يدير دورة بهمته قصد سيك دورة لم بنتي قصد سيك دوني او بكتبت كل شو براي علوم تبن براي تفسير براي فقه ميرين قدم بوي دير نحو ميرين قدم بوي دير
استد كميلا دويل وان الدلالنا كدرت الدير اسمانا لكن هو بدك قبل يسداسو مدار نيجن فريشن بركي هان لا يمانا استد لك دولو ولا بد لطالب العلم علما ان طلبه ما لا بد من الهمه كسد لا بد العاليه سري اي القصد العالي في العلم في على في طلب العلم وا هي ما يوالي فان المرء قف يدير هو مرء الدوله يسعى روره ويصل مقصوده دنتس الديره بهمتي يكديره وا هذه مشاكله لقوله مثلا ما هي مشاكل لتال مدتا لقوله كطيره كطير بالمدى يدير الدوره بجناحيه ويصل مرامه هو شمبرك ما يكون دوره قربوشه يكون دوره علينا ما يكون دوره سكست عالي يعني هذا الحال ميلتر كفكرت او علمي هذا ديرس او انت اكتاز ديرس كفكرت كطير شمبرك بالمدى يدير هو شمبرك الدوره بجناحيه لميز قربوش كدوره بالمدى ويصل مرامه دمتس الديره وهي المعنى شمبرك هو بس ميلتر ينجين قد ليس ده واقي ميلتر من جيد مركز لكن هو بس ميلتر ينجيده ودن ان اسم رفضوا ما ان كاكدوم يعني كده جي مركز الدولة فيه او ثم اكل الله بمو كل كن لانك ساسو ان ما يكون دولة سهم عالي الله مبوبا هيت لكن ما يكون بوبا سهم غا كبوبا سو مانا فلن شمبرك اسي غربوشين كبوبا اوكل قال ابو طيب يا ابو طيب ما يكون قولي تأتي العزائم تحصل العزائم أي المقاصد مسؤولية لي حصلايا إن عاليا فعال وإن ناقصا فناقص مقصود كون عالي كون ناقص لما هو مقصود كأيد عالي أي درس مقصود هو مقصود كجابين كتابة يرير مختصرات كلام يقول أخي صيفين قاسية يعني واقع أدلته مسمى هو بعد مقصود كميل دير كيرين يا كتب دير ميري كتب إنك سرى يان علم ميري إنك سرى دير أدلته تبصر مقصود كأي عظيم علم كهلاسو تأتي المقاصد عزائم بسريال يكوي يان على قدر أهل العزم قوان كهل شيء كتر شيء كوي يان لأنك قوان كلا ما يقوان شيء ولينا قوان صديها يوغي أهل الكويار والوين قوان صديها ديرون الكويار صديها بقدر يعني واقع ساسو تأتي العزائم جار مجرور متعلق مما بعد أو شعر ولا هو بين انتاقوا بعض انتاقوا بعض تأتي العزائم بسريالي يكويا يان على قدر أهل العزم قوان كهل شيء قدر شيء كويا وتأتي المكارم وتحصل المكارم مكارم تي او درجيال كهينو شرف كهينو حصلايا مكارم تا سياحة صلايا على قدر الكرام ذات كسو صوبن قدر شو كاسلايا او جمع مكرمة بمعنى الكرم ليو الثواب والجزاء ان كثيرا فكثير وان قليلا فقليل هو يعني اجر بدن الهل فلاس لينا قسد بدن عبادة بدن على كويس هو يعني اجر يرنيو عبادة يرهوب كويون اجر يرنيه لاسو وتأتي المكارم كراموين كي إيو شرف كي إي أبا المرين تي لاهي الكسياء يكويا يام على قدر الكرام دكس سوبون قدر شو كويا على قدر كرام الكرام على حرف مضاف ولاي على قدر كرام الكرام دكس سوبون وناك يصوبيا يام قدر شو كويا يام دكس سوبون وناك يولو او بدرين اجر بدن هلايا وناقص وناقص او بيرين اجر اجر هلايا وتاتي وتحصل مي حصلاته المكارم شرفيال كلاهي كسيو ثواب ابا المرين تي حصلايا على قدر كرم الكرام على قدر كرم الكرام قد كسوس بناين وناب يسوب يا ين قدر شو كاسلايا اجر بدن كلاو وتعظم مي نغاسه في عين الصغير كي همشة يرى إليس صغارها كوين رايا لانك هو بهمشة بمير ديرسن ايل كتاب ينوك هو باقي صدو لو ما يسترعد فولا مير ديرن ديرس يتلي سي مير ديرن كساس ماي تفينه هو اي اربعين كو اي كتاب ينوك هو اخي صدو اغا فولا مير ديرن ديرس يتلي مانا إلا مقصود تي مير ديرن ديرسن ايل لكن لانك هو بلنوين اينا
يعني يسون والوين والوين أو سون كين ساب تمام مثلا ولا دي وين أيام دلال شيء واليرا لنا قبعة لكن يسون ما يقول دلال شيء قابن هاني ير ير أيام بدوين أذاين على ليه وتعظم صغارها صغار المكارم وتعظم ما تعظم ما يبين ذاتي صغارها صغار المكارم ولا يوين أرسنائي مكارم تهاين درجي سرعيتي إيه كو ودير ير يوي نداس في عين صغيرك ارتيجس غابنايتي اليس بيرايتي ميلدر ولا كفيريان ولا ير يركي باور وين نغدو تفينو وافي سن باور وين نغدو اربعين كو ور وين نغدو ميلدر ما كيس حسب ماينا وتصغرو ماي با اون يولي وين داسه العزائم كتبتي وين ين مس مكارمتي وين ين يرو كو نغدايان في عين العظيم لك يركنيس وينيتي لكن من الآخر كحس عبد ماي كنت بتقول وين عندهم ليرى ذا إنه والكوس والكوسيوين لا يوديه معنا أنا بقول وين عندي هوسان نجا برد يعطون والكوسيوين يوديه هذا ركيس عبد ماي كان عرفتي ليش قابن وسونا كنت بتيار يرى إنه بالوين ذا يا فلو المرابي ينيو عمدوبه بأخي سنو بالشيخ بس كعلي معنا لو وينه فالمدير ديري شيخ بس كعلي بس أنا أسمع وين إلا عرفتي ليش يكسر شيء من دار إنترن قابي هو بقاسمي قو اي اربعين كو باخي سلوم اسمي سفينو واخي سلوم لان ميل دير فيكو فديري باقن عرقا اي نسر اقاي او اجرومي قو اي هون يوسع سوكر اي لو باخي سلوم والوين باقفال من نسر اقاي مانا ما يبواد قصد شيء قابن كتاب تير يرائن دون بلوين اقاين بسم الله كم بحو بين دمادي يلي مانا هاني يرائن ويركي هاين الان ارفيدي سمير قابن اه كلكم وتعظم ما يبين ذاته صغارها صغار المكارم مكارم تكوى ير 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 لوين ذايان في عين الصغير كي أرتدس يرانتي في عين الصغير كي أنت منا أرتو في عين الصغير كي أرتدس يرانتي هو ملدر هنون كفكران أي في دني الهمة كقدر كدكوي في دني الهمة مش كي قابنا يو وقليل القصد قصدتين يراني والوين لنا ذا كتاب يريران وتذكر العظائم كتابة يمين ين يروى لنا غايا في عين العظيم كي اون يو يعني في عين العظيم في جليل الهمة وان مش كي وين لانك مش وين كتابة وين دون يرى هذا هانو كرز وين سي وجهوا تاسو كلكم كلكم لم همش يو هي لم همش يسري يا نغلاس هي ما يبوا لانكم اون يو مثلا با او كتابة وين همشه عالي ايه تاس درته دل يرا دهن كانو سونو كتابه دل ير يرا ين همشه ليد ده سونو لوين را ين والرأس والحال ان الرأس مدق نئي في تعطيل الاشياء شيء يا لحصل صدو كودا كان كمدق نئي الجد الدلالو اي شيء كسمي افتلا نها اينا الدلال والهمة قسد اي همداس والعالية سريت واكو ميتا لهم فمن كان لنك هاتو همة همة ما من كم شيء هات حفظ جميع كتب محمد بن الحسن محمد بن حسن تلميذ أبي حنيفة كان مشهورا بكتب بكثرة الكتب لم يها أيمدي هركم إذا من أيم وهو الإمام الرباني إمام ربي للنسبة أي دين تدت براي من الأئمة الحنفية أئمة غير بن مذهب حنيف أئمة ذيكم إذا كان مشهورا بكثرة الكتب كتب بدنانا مشهور كهاي كل شيء شيخ سميت على قاضي هو بدل قصة عالي هاي قصة عالي هذا قبط جميع كتب محمد بن كوي دي سرتوان قصة عالي قبط بدنا دي رسوا هم جاك دولا سو فمن كان لك يا تو هم تو هم تو من كم شيء يا تو حفظ جميع كتب محمد بن الحسن محمد بن الحسن كتب في الضمان تاريخ شو هم شيء يا ترى رحمه الله تعالى وقت رانا وانا الهريري بذلك الهمة قصد كات كاتن فدش ريدي ماها الجد الدلال الهريريو وقت رانا بذلك الهمينا هم قاس كاتن الجد الدلال الهريب سلو والمواظبة الدائمون الهريب سلو مدبا دا قد سيد فظاهر سلو موغط ميليو أنه أن من كاس يحفظ إن حفظي هواي أكثر أكثر الكتب كتب تدو ما هوكين أرنانا كتب تبدا دي حفظي أو نصفها حفظي هواي كل رساسو هم قاس الكديريو أما إذا كان له لشخص شخص قد همة همة سونات همة فضيش ريدي يوم إيه يوم إيه لفضي دلال كدر
فما إذا كان له لطالب طالب كدي همة سكنة همة عالية سريعة ولم يكن له جد اجتهاد دلال من الجرم حنون والفضي والدير فضي لكن دلال من ما أو كان له لطالب جد دلال من سكنة كي يمين غوري والبرد فضي لكن ولم يكن له همة عالية همة سريعة لا هنا لا يحصل له لطالب طالب كاسم أصله علم علم من أصله إلا القليل إلا العلم القليل علمي يرن حصل ما ما يوالي لفقدان أحد شرط يتحصيله والبرشلي لم يرى شرط هم عالي أيو اجتهاد يلقواي كون علمي يرن حصل ما علم بين ذيك الموين مديرو هو بهم اللي بلي جدار لاين جدار لي لي هم لاين سجران على فضل ما وذكر الشيخ الإمام الشيخ ما الشيخ إلى جلوين الإمام إمام كهل أستاذ معلم كهل رضي الدين دين كهل الشيخ هاي النساء بوري النسبة في مكارم الأخلاق ما كشيء في كتاب مكارم الأخلاق كتاب لرغم أي شيء أن ذا القرنين ذا القرنين لك إلى رأي لما أراد مركدوني أن يسافر أين سفروا ليستولي إني غالب نقضوا على المشرق والمغرب كغالب نقضوا يشاور الحكماء ذاتك علماء الشوري في ذلك كم الشوري أن ما يفضي مشرق المغرب أن سفروا فذين أدون قلن لنهكم يا لره أي كلكم الكاساء علماء الشوري وقال ما رأي كيف أسافر وأنا سأسافر لهذا القدر؟ قدر كن كان يسنج سفر من الملك بورتو يو. مشرق المغرب لو بوصل بورتو بس ما يدعي إنك جرت الدنيا الملك ليوا. ما يواري فإن الدنيا الدنيا تديها بقليلة تنتيرو ثانية تنتي ثلاثو وملك الدنيا الدنيا ملك شنا أمر واحد أخير ليدر. فليس هذا كان مهانة من علو الهمة مسرية مهانة سهل. فقال الحكماء وحكم الإميرين سافر سفر نيدا فيل هاي ليحصل لك ملك الدنيا والآخرة الدنيا شريرة كدرتو آخرة كدر ليحصل لك ملك الدنيا والآخرة الدنيا آخر ملك شسكين حسن فإنها قال مركز مريه وبساطة هذا السفر أحسن مركز سفر كتاب كذن سفر وآخرة كدرو ينلف اليوم مشرق مغيل الديرس يو فيل تير مركز سفر آي يعني قال ميكو قولي هذا حسن واي مركز يعني قال ذو القرنين مري هذا السفر سفر كن لهذا القرار الصحيح آخر لن سفر آخر الدنيا آخر حليل لن سفر وابا أحسن كيف يلو آي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول جميك قول إن الله تعالى إلهي يحبه إلهي مجيري مع علي الأمور أمور تسسريا يا إلهي جيري سريت ويكره إلهي ميك هذا يسسفها سسف الأمور أمور تتيري لليلت يا إلهي كهذا oo doon shee ilaahay me kargay darjisa la itraadiyaayo meel fayl ka jiraa roba fadhi ilaahay inaad hoosos la inna naga too hoosajad wal barisil kan koosay leed naga tool korooni kan ka saray naga too adiyay ilaahay jeeri ci galan gobre ilaahay oo badi dal kardan wagiila ma ilaahay fala taajjal bi amrika wastadim ho fama salla asaka kam mustadim fala taajjal dag dag doy bi amrika كلاذان كدك دك دوي وسديم دائم هو أمرك دائم فما صلى عساك ولا مكين توسس كمستديم لن دائم أوكل ولا مكين توسس قال أبو حنيفة لأبي يوسف رحمه الله تعالى ما ينري كنت أبي يوسف وأنا ما هي تأري بريد الدمين هاي تي قال والكبر ذاتي دس الدمين كيف جرت يا رمانا فأخرجت كالمواظبة دائم يكو بيدي دمين يا رمانا ولا هو الدائم والدائم والصبر هذا من اللي درس وإياك ما يكين قد جاي والكسل وينس فإنه إن الكسل وينس شو من باس واي وافتون عفوا يا ذيما تومين قال الشيخ الإمام مري أبو نصر لا راي الصفار مارك جلد نسبة ما يقول رحمه الله تعالى يا نفسي يا نفسي لا ترخي عن الأمر في البر والعدل والإحسان في مهر فكل ذي عمل في الخير مغتبط وفي بلاء وشوم كل ذو كسر يا نفسي نفسي يا نفسي نفسي لا ترخي انكو قد المرتوي عن العمل عبادي والبرش انكو قد المرتوي في البر سمفل أذكام الفلاس والعدل الدال والإحسان كام الفلاس في مهل يعني واكي ترتيب من كام الفلاس في الدقنان اه في مهل في الدقنان اه أي في رزق وسكينة في الدنيا فكل ذي عمل عمل كون صاحب كس مغتبط كل من جرده في الخير
خيرك نتيس ولك مجرد عمل كسر وكل ذي كسل وفي بلاء وشؤم كسرنا هذه كل ذي كسل وإن سكون صاحب كل شيء بلاء وباس يكسرنا هذه وهي ستوي لي معنا قال المصنف مصنف ميك قولي وقد اتفق لي أن ما يوافقي في هذا المعنى معنى ما يوافقي دعي نفسي تكاسل وتواني وإلا فاغتي في ذا الهوان فلم أرى للخسال الحاض يوبا ديوان دمي وحرمان الأمان دعني دعي كتب نفسي 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 كتب التكاسل وينس كتب نفتمير أوبد المير جيت فلاس وينس كتب والتواني تأخر كتب وإلا هديهم كتبان لمداسو وينس كجراس وينس تولي أدتا أنتم باكر أنتم ويلكر أنت أدلتا فضبطي علينا سغناو في هذا الهواني دراوكم سغناو جايل سواو عدين غير جرمانا فلم أرى أنا ما أرقنا للكو سالا هم وهم ستيالك يعضى إن لسيو الحظة ديف لسيو ما أرقنا سيوان الدمين شلاي ولا كوري واحد ماني الأماني يزديري الكو كوبا يوش ولا كوري وا وقيل ميلري كم من حياء وكم عجز وكم ندمين جمين تولد للإنسان من كسل إياك عن كسل في البحث عن شبه فما علمت وما قد شد عن كسل يعني وقيل ميلر كم من حياء حشوت وكم عجز آجز بدنا وكم ندم شلاي بدنا جم من فر بدن تولدت على ذين من كسل وهنس للإنسان كد على ذين إياك ميكين كد جاي عن كسل وهنس في البحث باربارو عن شبه ولكو شبه قال مسألة كي شك قالوا شبك وقال باربار وين ستوي فما جي علم تأذى كساس إيه وما جي قد شذ عنك كوشاد نقضوا بالسلي سؤال وقد قيل ميل ري الكسل وين سر تاسوا مصنف رحمه الله ميل يا قال ذي القرنين وذكر الشيخ الأجل الإمام وذكر الشيخ الشيخ من شيخ الإمام ولا جل وينا إلى أستاذ معلن كاي قال لي الديني دينك كيدس لك رالا مغري أن نيسابوري مغالي ليس نيسابوري لم نسبي مي كشيخي شيخ الشيخ ذكر الشيخ الإمام مي شيخي في كتاب مكارم الأخلاق يعني في كتاب كتاب تسيس مي كشيخي كتاب كاسو مصمم لما قاوي بمكارم الأخلاق لك مقاوي الحديث مي كشيخي أن ذا القرنين ذا القرنين إسكندر الرومي و ملك الفرس والروما يملكي دون العربي والقرن معناه هو أهل الزمان ومطلع الشمس ذا القرنين اللي راي ويعني واكي لم جيسه يهاي وانا زاهد عالم يهاي أهل خيره يعني لانك أسوي ما يعمد سواب فرسنين في إيمانه وصلاحه لان مؤمن هو أهل خير وهاي لكن ما يلسك خلاف سنين في نبوته نبيها أيين أبو ما هنيا لسك خلاف سنين ذا القرنين فان إلهي قرآن شيكو قصة ذا القرنين هو قرآن سورة الكهف إلهي كشاري كلكم لانك أسلان أهل خير هو أهل إيمان يهاي مركزا مشرق مغرب نوا قبصري ما يلري أدونك لان مشرق مغرب أو دان حكماي أفر أوكله همالين أوكله لشيغة لما مسلم أيون أيون لما قاله لما دو مسلم كيمي بوا دول قرنين أيون آهي نبو سليمان لما دا سمعنا ومخت النصر أيون أيون صد فرعون أوكلين لما دا سنوا شيئنا حان كلين أوكاله لي لما دا سنوا كلكم لنكين هدو دول قرنين أي مشرق مغربة ملكياي واكو كلكم ميري هران ميلو روغي ودن كور روغي ديني داو كفديا مركز ما رأي مشرق يريد ميرا حكومة إي ميرن دياسو سيدة وان مركز ما دلت علم دي مركز لوگا إن تل رأي مي فايدة الكوه رأي الدنيا قفصدو لأي ماها فوب الدنيا قفصدو لأي تا والبا من سفر رأي مركز ما دلت علم دي تل رأي ما رأينا الدنيا شرية دي مي آخرن كدر دلت مي إلو المشرق لوگا من دعوة ديرسي مغرم ديرسي دين تسن شكاي بس فايلة تاري مركز سفر كاس خير يا خل سوي ماي شيء كتاب شيء مكارم الأخلاق شيء مكارم الأخلاق شيء أن ذل قرنين لانك لا راو ذل قرنين
اسكندر الرومي ملك الفرس هاي والرومي هاي والقرن هو اهل الزمان لا يمنى قرن ما يلري القرن قرنه قرن خير القرون قرني قرن ما يلري اهل الزمان قرن هو اسكندر معنا مثل قرن ما يكن لري مطلع الشمس او مغربها مطلع الشمس او مغربها قرن ولا رمى مثل ما قرن ما يلري عظم الحيوان ينضح به قرن ما يكن لك ساي حيوان كلفتيس او والقدرو قاس ميرانو قرن معنا والتسمية به ولو سد القرنين لنقرن إما لانقراض قرنين مشرق إما مغرب يزدقوي في مدة عمره يميل يزدقوي ساسا ذا القرنين لنقرن أو لوصوله إلى المغرب قرنين معنا مشرق إما قرن مغرب ولا رأي رين ملكو نداس ولا كلكم ولا نقرن لوصوله إلى المشرق والمغرب أو ذا القرنين ولا نقرن ميبوا elenki yani hob gas day ubda yesu makaram haywan hob gas day yesu sankal duray ma lakin kan se nahi se arki bar horas lay ma kokun ge cinema da asal karne lam gas san sahiba yesu ma na lam je ta san na gas ma na waqt li fa fi nubuwati al fi khilafi kokun mai shege shekh asay kitab shi makan wal akhlaq mai ke shege anna dal karnaini lanki dal karnain le rai ahai يعني والأصح أنه من ملوك حمير حمير اسمه سعد يلرأي اختلف في نبوته بعد أن اتفقوا على ولايته في عصر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يمكن نبي الله إبراهيم دين في سنة حيث ووصل إلى المشرق والمغرب ولذا سمي ذا القرنين ساسلن أو لأنه طاف قرني الدنيا الدنيا مشرق شيء مغرب طوافي هي شرقها وغربها وقيل ميلر إن قرال الكوي في أيامه قرنان يقوي من الناس وقيل كان له قرنان وزوبا لما صغير لها لما قاسي يرى لها وقيل ما يلري كان لتاجه قرنان تاج كأوه وسمدان كدوب لما قيسوا لها للقرنين سلا لم ولا شيء معنا هذا كل يسيها طب لقب لي ذا القرنين أن ذا القرنين لما أراد هو ذا القرنين مرخي دوني أن يسافر إني سفر دوني ليستولي إني قبصده غارب نقضه على المشرق والمغرب مشرق مغرب غالب نغرب ان سفر مركز الدوني يشاور هو ذا القرنين ميل شوري الحكماء ذات حاكمين تاين عالمين تاين الشوري في ذلك الزمان في ذلك السفر سفر كاسك الشوري وكما ميل نجيز العلماء يعني. لانهم هم اهل المشاورة في شوري هلشي نطوى الحكم يا يعني. المضع شوري هلشي ولا شوري سيبنا سنكين شغان وقال وقت المشاورة ميري في ذلك السفر يكل الشوري وقال ذو القرنين ميري كيف أسافر أنا على أي حال حالمي أسافر أنا السفر لأجل هذا القدر قدر كان الدراديس أن السفر أو من الملك بغرطوي ملك الدنيا الدنيا ملكي وش بس أن سفر أنا السفر بما إيه تاري معنا ما يوى ليلة آخر اللي وها إيمان له أتنو جيميني مرغا لن ملك إيه هاي فإن الدنيا الدنيا قليلة تمري عند الآخرة دلم فيه الدنيا آخرة برنا بديك الدنيا والبيئة ثم الأرجو ما يوالي فانية الدنيا تتواسو يولا لته آخر ما تماغس وملك الدنيا وأن ملك الدنيا الدنيا ملك شيء أمر أمر واي حقير ليد أي دليل ليد في محن كثيرة أو الدنيا بغرطويدية والأمر ليد دو مثلا إذا كان حال الدنيا هكذا الدنيا حال شهوب صلي بعيد فليس هذا استيلاء وابصدوا مهان على أهل المشرق والمغرب لك وابصدوا من علو الهمة هم سريت ما يري معنا فالترتيب فلا أسافر لهذا الاستيلاء وابصدوا مشرق مغرب لك وابصدوا الدنيا لا يماها مستفراء أو ذا لها قبصدوا كور لكن مستفراء مركاسا الدنيا دي لي فيريس فقال الحكماء وعالمين تميري لشوري ما يوالس السافر أمر أمر حاضر ما سافر أنت على السفر ما ينسفر أسميد في الهي بيد في ليحصل لك سكين كاسلو ملك الدنيا وملك الآخرة الدنيا ملك شيء آخر ملك شيء سكين كاسل يعني بالجهاد والسد والنصح وغيرها يعني كاسدا لها معنى أو يعني قسلات لي آخرتين جدا معناها سفر مشرق سو مغرب سو
dadkii meel roogan jihad dadkii gaale hanuuni dadkii dadiba oo dad dunyo ku reer sida yani waa kale salaam badda meelan hadii ajuj ma ajuj meel ay ku bahaayeen lan ilaahay inka sabab nagaday oo hiri uu dalgarnay maana yasiri macruuf waa suuratul kahf aakhir shafiin qof lan ilaahay inka sabab nagaday yani atuni dubadal hadidi lan ilaahay gabalkani oodey yani in shana birji jabsha imar in shana wiiraska dalalay ka buusa saari ila laana tirinto kulku yani may buwa may safaray dadko meele la dulmiyaa ya ju dulmiyaa yanga ko waade markaas yani arantii goobdi kulku lang saase wahay oo adduunka maraha aakhirna ka dari beska sidka faylay markaas bahay waari faqala al hukama umayna safir safar li yahsula laka milku dunya wal akhirah adduunya aakhira milki sheekina salo safaray jihad gal دعوة في دي دين في دي لكن النصيحي فقال ذو القرنين مالي مركز هذا السفر سفر هو لأن الدنيا لا ينكاك هاي هو بآخر لك الدرو ليجلي هذا الغرار لبراد كن الصحيح فيل لن سفره وابعثنه كي فيله فعلم ميلو قال من قول هذا أنه لا بد لتحصيل المطالب ولا أظهر صداس أو أظهر صداس من الهمة العالية والجد إن الهمة عالية لكويت لهم بهاني dadan la kooyt ma salaam imma ali ay dadan la kooyt markaas danta de rasuul qala rasuul maqsuud ka qisad kana fayla hadii faylana wadul faday maana walaal ilmagan barahay to kala dad ilaahay darti saatolan baani adina jahada kuuba sidi ilaahay ku dhawaada fadi baad ilaahay ku dhawaada fadi ibada saahiin nagada fadi ilaahay gadiin sin deer fadi baroy ahay soo maana nida soob la kooyt ma adawti hoobada wal zaidi ho ilmakala zaidi helona muslimiin tan gudbi lan daawii diinta fidiya oo wadeefadi rasuulka shaqadii shaqadii rasuulka gudbiya oo nagay dalbigaan taas ka jirto la fadeeymaana qala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam ilaahi rasuul sheemay ku goolay sallallaahu ta'aala alayhi wa sallam inna allaaha ta'aala ilaahi yuhibbu huwa ilaahi may jeeliya ma'aaliya al-umuuri umuurta sareeyto jeeli umuurta sareeyto ilaahi jeeli ومرتصة سرائط معنا ميل بميلين كسرائط لك الجرسل فده غير غير إن استلقنا ويكره إلهي ميك هذا استفساف ها استفساف الأمور ومرتصة هو من اللي إذا ذنع إلهي كهذا هو الأمر الحقير يك هذا هو وهو أصلي هذا الجرس إلهي ميك فده يميل سرائط هذا كسرون مركز أورك إنقلن قبضه وقيل ميل ري فلا تعجل بأمرك واستدمه فلا تعجل دك دك دوي بأمريكا أمريكا أنك دك دك دوي الذي تطلب حصوله ولا أذا حصلا فضحيت أنك دك دك دوي وستدم دائم هو أمريكا سوي دائم هو أمريكا سوي دائم مثال ما يقال ذي فما صلى متوسو مكين قبو مو عساك الله مقبو ماس كمستدم من دائم سيدين قبائي أوكال مكين قبو ماس صلى تميكو كوياهيته صلى على صفة المبنية للفاعل من باب التفعيل صلى فعل كويس وفعل التفعيل يقال ميل ري صليت العصا قل لي قبي بالنار دبك قبي والله قل له أنت ميل ولا بهديدي أوكلو إلا قم هو بروب قبضو قيدو لقوصده والله قوصده والله قد قدنت هاهي دكبر شيء والمني باسوه رايم أنا قل لي أصدق الله أن أحقوص لكيك إبلاو أرك الله أحقوص لكيك ولا أقوم الله أقوم معنا لكن بهاي ميلين لسهدي دبا نهرية دبك مركي نهرية قل لي جيري يغير قل لي هو ديش عليك الله ناسي حان قل منا قد هان الله عيتي دبك يبهو اللي جيري دبك يالي جيري ولا أقول كرافية لكرافية مركاسا كيدوغو آير لنغ لسهدي كيدوغو أفراق لأوكر سترتيب ترتيب سلك يا سلك يا لك تدليق atoosa kulku walaaba toosas maana akin toosas beesadan yani saaso kal dabka dan giliyaas walaa ku daliigas markii de magaarka ku fiigas adan daay si mariyaas adan si daliigas adan geedagiyaas sada karaas uli tawa akin toosas waran haa buu maana daayma ku wadi laakin hawba hatta leh goyt adoolon ka saane oo loo galay yani goosay dikaro ha goosay sing wadaas geela goolay le sector he kutoo siir ta jalle raas markii wada maana laakin kan daaymi araga si wala giri tartiib aan wadi meela deerti markii deen oo nisan toosi maana
saas oo kale u reed walbarashadana saasu walbarashada yanma in baanta sabar i daaimo baanta markaasa walbarashadii ku toosan maraa subhana reed maye leya falaata ajalan degdeg dooy bi amrika markaan ka degdeg dooy amarka oo ada xasal sa falaay to ilmaga deerta falaay tan degdeg dooy wastadim daaim hu amarku siga daaim kastago naaw yaani hanu yaani ay fatra ay ka galnay bahow ka ay badanay sabar yaani weelad ku soo saar wallahi kin baradahay an adreen kin jeeda dheer ku toob leed maana ka jar yaani daaim maana wastadim daaim hu al amr daaim fama salla asaka ulama kin to sa to kin gubu ma kamu sadimi lan daaimi oo kala sirin ku gubu oo kala kin to sa يعني يقال ما الى راي عصيت العصا صليت العصا وليغبي بالنار يكغبي صلات اصل شغبو اذا لن ينتهى حد نغلايتو وقومتها بالنار كتوسيد ولن سد او ان قال ان هوب لا قاد غير لا افراغ لن سد لو توسيد الكو جبا سلي بل ميل كتوسيه دبل كليه والكورديه فبعد مركيه دم كلها تمغارك كورن كاي كرا مركاسا جيل لن سد ترتيب ايت تاسك توسد lankaasay daaim erga hayto lisan toos adina saa soo kalu wal barashada oo keen toos nafalaas daaim maana yani saa fama sallamu gubu ma asaka wala mugubunta fit gubu ma kuma ku laazime toos oo ku laazime ma toos oo ka fasiraa ila asal shee laakin gubu fama sallamu toos asaka wala ma toos kamu sadimi lan daaim fi ulisan toos soo kalu in gubu ma soo kalu mugin toos soo قال ابو حنيفه تكركم والكسمه اللي فضل دائما لفضل شيخ سينجنت بعد هو بفضل دائما معنا دائما لفضل قال ابو حنيفه رحمه الله لابي يوسف من غير رحمه الله تعالى ابي يوسف تلميذ لابي حنيفه يا هل كلكم تلاميذ والكسل لان شيخ يبدا تلاميذ درمه تصيرن ما هذا صور قبانو والبرشيد يا شيخ ليله كثيرنا ده انت ميل كديرو yaani in bood boodane meel deera u taa sabraha ay marka salan kan intaana sanadkii la fidi faam ko tinii wal faama ay nikan haddana waray sadaa sheekhi talmiid kirnaayna qof wal barashidi si wali door hadamaa wali hal shay wal waray sadaa wal ogaay kulku may leey sheekh hadda talmiid kala hadlay talmiid de erid damin ka ay tiyari maana laakin geekna dadkii kelmadaha ay fahmig lahayn ashar koob la xiyo fooflay si ayan baradin igur buu maana laakin kan damiinka is walaa shay tartiib sidaa ka dibto oday ka rafaaday wari tabsiyon ma ku fakadaa nimta wari marko tabsiyon ma ku fakadaa dugsiga quraanka aan leeyo madalan quraanka lanka may buu aanu go gober shay sallallahu alayhi quraanka markii do may tartiib lama beru hoobna hada ibru hasan ki damiinka ayn ah rafaadi oo la tumaay la buqdhaway walaa shay tartiib tartiib markii de baa soo gnaadan gasmeela deeri daaibi maana yaani may leey kunta haatay baliidan damiin haayti abu yusuf alla laqala fa akhrajat may biiday kaad may ko biiday daliid damiinnimadii may ko biiday al muwadabatu daaimo ko biiday arimaana ashirka ka daaimti mudawamatuka anil balada ko biiday fa akhrajat may biiday al muwadabatu al mudawamatu daaimo wal barashada daaimti yaani al balada damiinnimo ko biiday arimaana fa wadim ala dirsi yuri qofsa arantaa ad wallay barado doonteen damiin ahaan bay walo ku jiraan garto daaim la imaana fawaadib ala darsi dadin daaim wa iyaka maykin gudigey wal kasala weyn sikii gudigey ay ba'id nafsaka nafta dheeray anil kasali weyn suku dheeray wa inda dawami wa adama dawami hasumana nafta ku dheeray weyn suwa fa innahu maywali fa innahu innal kasala weyn su shu'mun bas ولا مباركينوا غير مباركوا وين سق ولا مباركينوا باسوا وافتم افوا افداسو عظيمه وين وا ومقصود كان ديرن الدنيا اخر ولا يتوب افهم وا سجروا كلكم انا دمين نمداسي اتاسو سجروا وياك ميكين ديغي ولك سلاكين ديري وين فاين نو انك سما شو من باسوا وافتم افوا عظيمه وين ودنتان ديرن قال الشيخ الامام شيخ امام كاي ميكو قولي ابو نصر الصفار ابو نصر لراي كونيديس الصفار صفار لنك سائل انصاري من اهل المدينه هاي رحمه الله تعالى ما يقول شعر هذا شعر اما شعرا شعريا يقول
قال أبو النصر الصفار والأنصاري خير مدينة إغام الله تعالى رحمه الله تعالى ما يقول شعر ما يقول يا نفسي يا نفسي يا هايتم شعر كذا رجيس يا نفسي نفسيوي يا نفسي نفسيوي نفسي سألق لأي نفسي من مركز وانا نتصر يبتلف عليه لا ترخي إن قدر المرتوي من الإرخاي نهي عن الكتل معنا عبادة إخيرك وين ستوي إن قدر المرتوي لا ترخي إن قدر المرتوي عن العمل عبادة إنكو قدر المرتوي عن ملك هو لا ربما داس المبرشد لهاتا عبادة لهاتا من قدر المرتوي في البر سمفلك في شيء إن قدر المرتوي والعدل عدالة في شيء إن قدر المرتوي لا ترخي إن قدر المرتوي في البر سما فلك كذا المرتوي والأول سما فلك السمي ويعني وعن العمل عملك كذا في البر سما فلك كذا المرتوي والعدل عدالا كذا المرتوي والإحسان من السمايو كذا المرتوي إحسان ما إلى راي كأنك ترى كأنك تراه معي الإحسان ما إلى راي أن تعبد الله كأنك تراه إحسان كسوي عبادة أصيد كذا لسم كذا المرتوي في مهل في رفق تمزيو أذوق الجنة عمل كسوب يأي دقد جنة إيه في مهل في رفق تمزيو وسكينة حسلون أذوق الجنة فكل ذي عمل عمل كون صاحب كسر عمل كسوب كائن هذي في الخير خير تس هذي مغتبضون كل ما جربوا فكل ذي عمل عمل كون صاحب عمل كسوب كائن هذي والكسفين في الخير خير تسك جر أو عبادة سميسو خير تسك هذا عمل هلقل سميس مغتبض عمل كاسول مجر دوا هاي لكن وكل ذي كسل وهس كل شيء في بلاء بلاء هذه كسونات وشوم باس كسونات وفي بلاء وشوم بلاء يباس ملك ده سونا هذي كل ذي كسل وهس كسل وهس كسل هذا خير وهس ذلك بلاي باس يكن هجرتوا نوين ستوى ستوى سجروا معنا فعلا المصنف مصنف ما يكون قولي وقد اتفق لي أنين ما ينوافقي في هذا المعنى معناه ما ينوافقي شعر شعري ينوافقي فلم أرى للكسال الحظ يعضى سوى ندمي وحرمان الأماني دعي نفسي تكاسل وتواني وإلا فاضتي في ذا الهوان فلم أرى ليل كسال الحاذ يوضى سوى ندمي وحرمان الأمان شركة سين وافقية دعي كتب نفسي يا نفسي نفسي يو كتب دعي أمر مخاطبة نفسي أي اتركي كتب نفسي يا نفسي نفسي يو التكاسل وينس كتب بذال الفضل ما وينس ما إيه وينس كتب والكسم وينس والتواني يتأخر كتب أي التكسير قوب الطفل في تحصيل المراد زن تحصل صلوش هذا كجدا المراسل قوب فلاسس كتبوا وإلا إن لم تتركهما أدي وين سنو كتبان جدا الجرون كتبان هو أدي نهي فضبطي سغناو في ذا الهواني دراوكم كسغناو دلقي حكاري يسنما كسغناو أدي وكنا ما دليه وصف الجرون قوب أدي وين سنو كتبان هو فلم أرى أنا ما أرد ميري شيخ لم أعلم أنه وشي يعضى إني يعضى هذه الجملة الفعلية صفة للحجر حجر المعروف باللام الجنسي كمثل حمار يحمل أسفارا أو كلمة لي والعائد محظوظ يعني ما رأيت لجماعة الكسلان ما رأيت ما رأينا فلم أرانا ما رأينا للكسالة لجماعة الكسلان جماعة وهنسيال وهنسطوريال كأي مارك ناري يعضى إن اللسيو الحظ نسيبي وحفظ اللسيو مارك نسيب إن اللسيو مارك ناري فلم أرى أنا مارك لم أعلم للكسالة جمع كسلان كسلان للجميع كسالة لك الجميع هاي للكسالة لمنك وهنسطوريال كأي مارك ناري يعضى مجهول يعضى يعني إن اللي سيوم أرنا تعدى نجرت معنا بمعنى تعدى تلك المرتبة مرتبة ذات لسيوم أرنا فلم أرانا ما أرنا للكسالة هان وين ستيالك إيه يعضى إن اللي سيايو الحظ نصيب لسيوم أرنا
الحظ النصيب النصيب يعطى في يوم الرنوة نصيب مال في يوم سوى أن الدميش لا يكوهري وحرمان الأماني يد الديليال في يد الديليين فقد يوش ولا كوهري يد الديليشون والفقد يه هم ويزدتيالك أدو تنشي الله يا يام أني هبلو لنكن أرغاية أني سا مركوه هذا الجرني يلي إيمانا ولا تبرد الجرني واكو سنجيك أني ويستوري آيهن وصدقية من فوري أني نقاب صداي واكو بيك ميدن الديلي لنكن مركوه أني سيطهروي يلي شلاي مانا ها يعني ديل كن والكو قدية هو وين سكولين كلكم وين سو سكجر ونفتي هو وين سو سكجر فلا مران مران نلل كوتارا نمن كو وين ستيال كه آه يعدا لسيو الحظ نصيب لسيو مرنا الحظ يعدا الحظ لقدونا وذي ما اسمنا يعدا نايب الفاعل قول الحظ ديف يعدا لسيو يي ما رأيت مرن للجماعة الكسلاني في الأمور حظا تصير تلك الجماعة هذا صوب فعدات لسيو حظاً نصيب لسيو مارنا مركز مين اغلاس فلا مران مارن للكو سالا هم وين ستيال كي آهي واهي وهم وين سيال كي مارن من لي مثلا آهي ما رأيت لجماعة الكسلاني في الأمور حظاً تصير تلك الجماعة ذات حظ هذا صمارن لي أي يعني فما فلا مرة مرة من الكسالة وين ستيالك الحظ نصيب تنقل الجري الحظ الحظ كردو أي أي يعني واكي تاس يعدان يعدية بستاع يعدية أي يعني فلا مرة مرة من الكسالة هم وين ستيالك مرة يعدي والعائد محظوف يعني ما رأيت لجماعة الكسلان مرة في الأمور حظا نصيب من أرنا تصير تلك الجماعة ذات حذين هذا اسم أرنا يلي رابيا نمتوسن فلما أرنا مارن للكسالة وهن ستيالك يعضى إن لسيوم أرنا الحذى نصيب لسيو سيوان الدم سيوة له فعل قول لا يقول فعل قول يعضى لسيوم أرنا سيوان الدم شلاي وليكوري وسوى حرمان الأماني يد ديليالك قد يوش ولكوري لسيوم أرنا وقيل ميل ريت كم من حياء حشود بدنا وكم عجز عاجزو بدنا وكم ندم شلاي بدنا جم فر بدنا تولد دلدين كل منهم عن كل شود الإنسان دلدين من كسر وين تقول دلدين لن يعني واقع حشود بدنا إلا عاجز بدنا إلا شلا يوهوب أرد وين سيشيك كوائم على الصيب وقيل ما إلي كم تخبرية كم بدنا من حياء حشود بدنا وكم عجز عاجزو بدنا وكم ندم من شلاي بدنا جم من كثير فر بدن قواس جم من صفوه جم من فر بدن بدنا تولد دلدي للإنسان حصل له للإنسان حصل بدنا من كسر وين سن قواس بدنا إياك ميكين كدقي يتاك يسكجر إياك ميكين كدقي نعم كسر وين سن يكين كدقي في البحث باربارو كولومتال باربارا سل وين سلاش يكين كدقي اي تفتيش حالك حالك فتشتون لفضي ولا يعني دلالو لفضي ولا اياك ميكين قد دي عنك سليم وهنسي يكين قد دي في البحث بار بارو كالي يعني وهنس داس عن شبهين وليكو شبه قليوا اي جمع شبهة شبه لك جمع والألو وليكو شبه قلو اني اذو وهنس تي يكين قد دي فما غي علمت اذ برت وما ولا غي قد شذ عنك اذ كوشار نغضو سلي سؤال فمات مبتدك والفماغي علمته أذبرته الذي قد علمته أذبرته والذي قد شك فيك هذا كو شك قالوا سادر هاي من كسر وهنسكو دلدين وسجروا هاي معنا فما يعني لما لا سوي وهنسكو على آه يعني فماغي نفيالك قارو لدي كاينوش إياك عن كسر في البعض عن شبهين فما أرتيه فما علمت وما قد شذة عنك سليلة يا يا عنك سليمة مسلم والدي كائن مسلم أوكل سكال كائن عنك سليلة فما غي علمت برتو وما غي قد شذك وشاد نقضو عنك ذكك وشاد نقضو سلي سؤال عند فتح تو عجزك قلني بار بارهم ويديهم سؤال وايمانهم
وقد قيل ما إلري الكسل وهنسم من قلة التأمل يكو أهات يذديل يران في منافع العلم المغمن فعيال شيء أذن يذديل هنا وفضائل يذديل أن فينبغي ما يبون للمتعلم لنك ولا برضو ما يبون أي يبعث نفسه نفسه ندره في التحصيل حسن صدوك كدر والجدد دذال كدر والمواظبة الدائمة كدر بالتأمل يذديل كدر في فضائل العلم المغفر يال شيء يذديل ما يولي فإن العلم علم يبقى يا علم فالله بدن لي فإن العلم يبقى باقى هذه بباقى المعلومات وللؤغي انت بباقيين سن باقى هذه لي والمعلومات يبنى تبع كما قال أمير المؤمنين مؤمنين أمير كودي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه سليك قولي أوكر لنا قسمة الجبار فينا لنا علم وللأعداء مال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال خلينا رالهاني قسمة الجبار اللي جبار كاي خلقكم بمع ملايك هراي إيبن تسفينا نهذا تهذا ننين إيب يكرال نغني ما يوالي لنا أنمين ينسونا ذي علم أن ينسونا ذي وللجهال نمال أن ينسونا ذي أما وللأعداء يضوك قال نمال أن ينسونا ذي فإن المال مال نجيم من لا يفنى تبع عن قريب والقوبع بشيء والجوء أي عن قريب عن زمن قريب تبع وإن العلم علم يبقى باق هذا لا يزال مزولا واي والعلم النافع علم نافع إيه يحصل ما يحصل به بعلم نافع علم نافع ما يحصل حسن الذكر وصون السنة ويبقى ذلك باق هذا بعد وفاته وفاة العالم عالم كما كل أوصل بعد شيطان باقى هذا علم من شيخ ابن الله كديري مشاهد عن صحايا علوم تتكا سان الدير في دين تن تتكا سان مغالة الدير في كذا لا يرى معنى علم كي باقى هذا ملكي قفل لما تضم ورش الشيخ ما يولي فإنه إن العلم علم حياة أبدية نقول الأبدي أوى أنشدنا الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين مرسل أئمة ينين شعري حسن بن علي لرأي المعروف بالمرغيناني لكسائر رحمه الله تعالى يمين شعري مري الجاهلون فموتى قبل موتهم والعالمون وإن ماتوا فأحياء الجاهلون الجاهلين فموتى هاني دمدن واي قبل موتهم دمشد أضرت 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 مسنين والعالمون عالمين تنا وإن ماتوا هاب دمدن فأحياء هاني نول واي وإن شدنا ميبا من شعر أخيي شيخ الإسلام برهان الدين من شعر أخي وفي الجاني قبل الموت موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قبور وإني امرأ لم يحيا بالعلم ميت وليس له حين النشور نشور وفي الجهل جاهل لما قبل الموت جيره ارتيه موت لأهله فأجسامهم أجسام الجاهلين جاهلين تجرمشوا قبل القبور قبل إدخال القبور قبل كريوك وثرتين ما قبورون قبل يالعين قبل دلالوين وإن امرئون قف لم يحيا نولا ند العلم علمان كنولا نميتون كي دمدي واي وليس له منصونا نحينا نشور نا آي يعني هبهوك حالة دي أنا نشور يعني واكي فرح منصونا نا نقول ليس له حين انتباهه من الغفلة نشور حياة نولا المنصونا وقيام منصونا فرح وقال غيره غير شيخ الإسلام إري أقول علمي حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب الهميم وذو الجال ميت وهو يمشي على الصرا يظن من الإحياء وهو عديم يعني أقول علمي علم ولا شيء حي كينال خالد واره بعد موته موتي موتي يعني أخي أخي مشي بعد شيء واره وأوصاله ابن عشرين هال رميم باليوين تحت التراب روسيك باليوين وذو الجهل جهل كان صاحبا جمعية كلمة رواية والهال هو يمشي سون صلاة على سارة أرض كرشة صلاة بمي توكلي يظن ما إن اسم لي من الأحياء هان نولا إن اسم لي والهال هو سون عديم ما دوم كل واي وقال آخر كلمة كبولي حياة القلب علم فارتنمه ورضوان وصوت أي وموت القلب جهل فاجتنبه
hayatul qalbi qalbun nolonis ilmun way qalbun may kunolade ilmi kunolade faqtanimhu ilmu kunanimu isay wa mautul jahli fa mautul qalbi qalbun dimashidit min jahlun way fajtanib kufugahu aljahl kufugahu yani shaykh mayli rahimahullahu ta'ala wal ilmu nafi'u wa qatila mayli ray al kasalu wahinsa ahay waqad qila may laray al kasalu wahinsa min qillati ta'muri fir fir yaw yaranteedi haati fi manaqib al ilmi al magh sharaf ya shay adam fir fir yan wahinsa may ku koy walaad barday tor fir walaad barday toob fallisho ii sharaf kaliin ad ugaat markaas walba wahinsa laakin wala wahinsa ki dal yahay ka saayte al magh fallilidi si sharaf shay adam ugaay koy anu ma fir yahay kul mayl faday al magh al barday tor mansab shay fallilidi ugaat markaasan weyn sidaane waqti ila mayl ra al kasal weynsa yani weynsiga soo may ku dhalade yahsulu hasare yahsulu al kasal mana waqti ila mayl ra yahsulu al kasal weynsa hasare min qillati ta'muli wa tafakkuri fir fir yaw ifkir yaraanteed ku hasale wa fi manaqib al ilmi al magh sharaf shay adam fir fir yaay wa fi fadail al ilmi al magh fadial shay adam fir fir yaay fid bayan baqil al muta'allimi lanka wala barado ma haboona ay baata in diro نفسه ونفسه نقوم يقدره على التحصيل على التحصيل العلمي المقعد سلسلو شيء كدر اهي الجد والمواظبة واهي يعني وينبغي ما يبونا أن يبحث نفسه على التحصيل التحصيل العلمي كدر والجد وعلى الجد الدلال كدر وعلى المواظبة الدائمة كدر بالتأمل مع التأمل يصفر في اليوم للقب في فضائل العلمي المقفض يالشيء يصفر في اليوم للقب ما يقول فإن العلم علمك يبقى هو علمك باقى هذا ببدائل المعلومات وللوغي باقاشدي ولا لوغي سمدد كل مباغها يسون باقا انت ميلو كديروا والمال مالنا يفنى تبه اهي يعني واقي مثلا والمال اهي يفنى تبه تمرك يا دمازي ان الدنيا وما فيها فاني الدنيا ولدت تكون على دون تبان كما قال امير المؤمنين مؤمنين تمير كو سري كو قال عليهم على سري كو قال رضي الله عنه ابي دار رضي الله تعالى عنه سيدي كوكولي اوكي شعر اهي هو يعني كما قال سيدي كوكولي امير المؤمنين كوكولي اوكي علي بن ابي طالب كوكولي اهي رضي الله تعالى عنه شعر هذا شعر شعر واحد ماري خلينا خالنا نقري كنا عالمين تاني الهي المني يلزا ويخالي انا قسمة الجبار اني خلقك دونك حقا هيك هلاي السباي خلقك دونك معمولاي قيمين توضي اكراض نقري فينا تهدان ننجي مي ويري لنا انا مي ننسونا ذي علم ان ننسونا ذي علمي الهي نيزا بمسلمين تنا ولد اعداء اذوك قال لنا مالو الهي كرتاني مالو التباو لي كل قوم فإن المال مال يبنى تبع عن قريب وعن زمن قريب التبع وإن العلم علمني يبقى باقى هذا لا يزال بزوله والعلم النافع المقع النافع هو دينك انفعه يحصل ميك حصل به بعلم نافع لأهلي وغيري مين حصل لأنك علمك حصل المنافع قاس برضو ضد براعي مين حصل حسن الذكر الذكر هو الحسن وناس من حصل من الله في صفة للمسول الذكر هو الحسن وناس من حصل بفعل لن حصل وناس لك الشيء ويبقى ذلك الذكر هو كاس الجميل فعلنا باقى عليه حتى بعد وفاتي وفاة العالم العامل عالمك علمي شيء كعمل فلاي المغ نافع عمل للجيد المغ لا شيء كامل خليه عالمك علم شيء كامل فرائد مشي بعد سوا وصوكي بنا سناي باق هذا ما يولي فإنه إن بقاء الذكر وصوكا سي باق هاشيد حيات أبدية و نولا الأو أبدية و روي وبد متيا ونال لكي شيء هاي دعوي في دياي دينا في دياي سهاي اللي مانا دين توسي دا دير ترزن دين توسي دير اللي وان شدنا الشيخ الامام الشيخ امام كهيني شعري الاجل ويني ظهير الدين اه دينتك موجي اه مفتى الائمة اي مذب كيريا والجوا بينها ما قايش ان الحسن ابن الحسن بن علي لنكساي المعروف لنكساي بالمرغيناني مرغيناني لنكساي رحمه الله تعالى وان ان شعر اخي الجاهلون دك الجاهلين فموتا هاني فهم موتا واي الجاهلون الجاهلين فموتى فهم جاهلين بموتى هاني دم دمو قبل موتهم دم شدود هرتيد بعد دم دمو ما يوالي إذ ليس فيهم معرفة ولا كمال أقوم من لا كمال من لا كالجامدات
تربل السوري أوكل إن كان السوري أوكل المدين فهم بمنزلة الموتى ورث ما يمكن قبل أن تجاهد والمقيم فائدة يقص نفسه والمفائدة يستغن عباده وليك فائدة مشاركة ساو بمنزلة الموتى ومانا والعالمون عالمين تنوى إما توها بدم ذينا فأحياهم فهم أحياهم ما يوالي ببقائي ذكرهم وصوشوا باقي فائل الدنيا لكوسهم وانشدنا من شعر أخي أي شيخ الإسلامي برهان الدين هاي يعني شعر أخي وفي الجهل الجاهل لماذا هذه قبل الموت جيره فيه بموت دمشن أتلي هذه أهل الجهل جهلك هل شيء دمشن أتوا ما يوالي فأجسامهم أجسام الجاهلين الجاهلين تجر ميال شوف قبل الموت قبل القبور قبل إدخال القبور قبريال الجريوك وظهرتوه ضبط قبور قبريال إيين قبور قبريال إيين جسم الشوق قبل الدرير أوكل والمدين يعني معنا وإن امرئ وإن لم يحيا هدين نولا امرئ لم يحيا نولا بالعلم علما كنولا وإن امرئ لم يحيا يعني لم يحيا مجهول صفة الامرئ يعني ميت انت ميل لا دوات الشر فعلا هذه ثلاث معنا فعل يلهري سلام وإن امرأ لم يحيى لم نولينا بالعلم علما لم نولينا أما وإن امرؤ وإن لم يحيى امرئ بفضل نولنا لم يحيى نولنا بالعلم علما نولنا ميت في دمر يبقى نقول علمك نولنا الموضوع نولنا لم يده سامي وليس له للامرئ بفكات منصغنا إمريك أو جاهل كيفت وليس له وليس كائنا لإمري الجاهل لو لإمري الجاهل من صغنان حين النشور هبهوك إلى القيام والبحث فنانك لهم باقه ورسلاك بهو نشور فرع من صغنان أي انتباه برارك من صغنان عن الغفلة غفلة كبرارك من صغنان على الدرسي أي وليس حين النشور هبهوك ورسلاك بهو لو للجاهل من صغنان نشور فرع من صغنان وقال غيره غير برهان الدين يعني برهان الدين غير سميري أقول علمي علم ولا شيء حي كينول واي خالد دنوار واي بعد موته موت العالم عالم كدمشيس بعد شبا نول وأوصاله أوصال العالم عالم كوبنا شيء نهال رميم انضماتي باليوتي تحت الترابي الريال هستي وكباليوتي النول واي علمي شيء نول الدرسياي الدراسياي البرداي والنور يعني سامي أجل أن تريرها يوا وللجهل الجهل كان صاحب يعني ميتهم كي دمري واي والحال هو ذو الجهل قال سويني يمشي دريره على الصراع أرد كرشك دريره يظن هو ذو الجهل قال اسمعي ملايي من الأحياء يظن هو ذو الجهل قال ميل لن ملايي سنفتس ميل لن ملايي من الأحياء هان نورا لن ملايي والحال هو ذو الجهل قال عديم ومعدوم كل واي وقال آخر كوكل ميكو قولي آيات القلب قلب نلوليس علم علم واي فاقتنم كفائدو يسويه علم قسوكي وموت القلب قلب دمشيديس جهل جاهل مواي فاجتنم كفوكاوا حياة يعني ساسو حياة العلم يعني وقد انشدنا برهان الدين ساسوا حياة العلم علم نلوليس فذو العلم يبقى عزه متلاعفا ساسو كلكم حياة العلم ده علم قلنا له ليس حياة القلب قلنا له ليس علم واي جسمه ما يكون نولا داي ولا آب يكون نولا داي قلبه ما يكون نولا داي علمي يكون نولا داي فاغتنم كفائده يسوي علم وموت القلب قلب دمشيد من جهد الجاهل واي فاجتنب كفقاه الجهل كفقاه وانشدنا الشيخ إلى آخره